هلا فيكم من جديد. بين المهندس منصور الشثري رئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بين أن العمالة الوافدة تدير في المملكة 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبالغة 267 ألف منشأة. الشثري أوضح لصحيفة الاقتصادية أن المصارف التجارية ما زالت تحجم عن تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشكل المطلوب والمؤمل، ويتحججون في ذلك بأن السوق والقطاع غير منظم والتعثر فيه نسبة عالية، والمنشآت تسيطر عليها العمالة الوافدة بشكل كبير. حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي في الاستوديو رئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري حتى يعلق على ما ذكره في تصريحه للزميلة الاقتصادية. حياك الله مهندس. أهلا بك وبركم مشاهدين الكرام. خلينا نبدأ معك مع هذا التصريح اللي كان في صحيفة الاقتصادية. يعني هل هذا العدد يعني الكبير هو فعلا عدد مؤكد؟ يعني وإذا كان كذلك وش سبب نسبة ارتفاع لما نقول 68% من العمال الوافدة قاعدين يسيطرون على المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وين ربعنا السعوديين؟ أول شيء أشكركم على الاستضافة. طبعا العدد، تعرف أنت أعداد المنشآت في المملكة تقريبا 1,700,000 منشأة نظامية، المنشآت متناهية الصغر اللي عدد عملتها من 1 إلى 9 تقريبا 1,500,000 منشأة، بينما المنشآت الصغيرة اللي هي عدد عملتها من 10 إلى 50 230,000 منشأة، والمنشآت المتوسطة اللي هي من 50 إلى 500 تقريبا 37,000 منشأة، بينما المنشآت الكبيرة والعملاقة الكبيرة اللي هي من 500 إلى 3,000 منشأة تقريبا 3,700 منشأة، بينما المنشآت العملاقة والتي يبلغ عدد عملتها أكثر من 3,000 لا تتجاوز في السوق السعودي سوى 900 منشأة. هذا يدل على أن الاقتصاد السعودي اقتصاد تسود المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير جدا. في الفترة الماضية وخلال العقود الأربعة الماضية للأسف الشديد انتشرت أعداد المنشآت بشكل كبير نتيجة توفر السيولة لدى المواطنين ونتيجة الاستخدام المفتوح للعمالة الوافدة. هذا أدى إلى بيئة استثمارية مكتظة بالمنشآت. طيب شاهد أعداد كبيرة من المنشآت. بس أنت تقول 68% يديرون المنشآت الصغيرة المتوسطة، أو أكثر. ما قلت لهم يعملون في هالمنشآت، لا يديرون. نعم. معناته هم يتحكمون في السوق. نعم هم يديرون أكثر من كذا. تعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدد العمالة الوافدة فيها نسبتهم إلى عدد العمالة التي في القطاع الخاص 68% يعملون في منشآت القطاع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الدراسات التي أجريت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجد أن أغلبية المنشآت متناهية الصغر والتي عدد عمالتها أقل من 9 عمال تقريبا يديرها العمالة الوافدة، وبالعكس ربما الكثير منهم هم الملاك الحقيقيين لتلك المنشآت. نتيجة أسباب كثيرة في الحقيقة. وش الأسباب؟ خلنا نعرفها. أولا في برامج وزارة العمل يعني اشتغلوا لنا على نطاقات واشتغلوا يعني على الضغط. لا هذه برامج توطين. لا إيه بس يعني أنه يكون في سعوديين يتواجدون. يعني أنا أتكلم الحين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مفترض يكون فيها بنفس النهج، يعني أنه حث السعوديين المتواجدون فيها أو عقابه كملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي ما قاعد يتقيدون بالموضوع. برنامج نطاقات أعفى المنشآت الصغيرة من التي يبلغ عدد عن متناهية الصغر التي يبلغ عدد عملتها 9 فأقل من توظيف سعودي، فيكتفى أن مالكها يكون متفرغ. فللأسف العادة أن الواحد يفتح له مثلا محل أو محلين أو ثلاثة ويضع في كل محل عامل ويتركه يشتغل ويحقق أرباح شهرية ويأخذ منه مبلغ مقطوع شهريا، وهذا في الحقيقة ما نرغبه. نحن تعرف وظيفة المنشآت الصغيرة المتوسطة في اقتصاد عالمي هي تشغيل ملاكها، فرصة التوظيف الذاتي. إذا لم تكن تلك المنشأة فيها شاب سعودي يعمل فإنها في الحقيقة سوف تولد فرص وظيفية الوافدين. طيب خليني بضرب مثال وقل لي مثالي هو صح على الكلام اللي ذكرته ولا لا. يعني محلات الجوالات على سبيل المثال والاتصالات،
مسيطر عليها العمالة الوافدة بشكل كبير؟ وش الطريقة طبعا؟ ممكن تعرف أكيد أنه واحد يفتح له محل وخلاص يأجره على عامل بنغالي ولا عامل من أي جنسية ثانية، خلاص هو يدفع له مثلا في الشهر مبلغ وقدره وهو يتولى الباقي. صار عندنا لوبي وأشبه ما تكون بعصابات مع بعضهم يشتغلون، والسعوديين ما يقدر يعني ينافسهم أبدا في هالمجال. والله هذا كلام صحيح، لكن أنا أقول لابد المجتمع تساعد. مثلا حينما فرضت لجان السعودة وسعودة قطاع الاتصالات وسعودة قطاع الذهب وسعودة قطاع الليموزين، شاهدنا احتجاجات وشاهدنا يعني حركات مقاومة كبيرة نتج عنها تراجع هذه القرارات عن مفعولها. الآن إذا الوزارة سمحت أنه للعامل بدون ما يوظف للشخص السعودي بدون ما يوظف أحد أنه يستخدم 9 عمال، نجد هذه الظاهرة في الحقيقة، ويجب أن نوعي الشباب والمواطنين بخطورتها. العامل مهما كان يعمل في المنشأة فإنه لا يتحمل مسؤوليته من ناحية نظامية. إذا كان هناك غش تجاري أو غش صحي أو غش من أي نوع، سيتحمله مالك المنشأة مسؤولية التابع المتبوع عن التابع. هذه يجب أن نوضح، وهي حاجة وطنية. أما أن المواطن يفتح منشأة ويظل في بيته ويستخدم عامل وافد ويعمل وهو الذي يأخذ المبلغ كل شهر، هذا في الحقيقة غير مجدي، والنتيجة يعني لهذه الظاهرة ليس يتحملها المواطن السعودي بل يتحملها عديد من الجهات. أولا البيئة التنافسية غير منظمة، الاكتظاظ الكبير بالمنشآت أدى إلى ضعف هوامش الربحية، وبالتالي حينما يعمل فيها الشاب لا يستطيع أن يحقق هامش ربح يغنيه عن الالتحاق بوظيفة. اثنين العمالة السائبة التي لا توجد حملات تفتيش قوية ومنظمة عليها بشكل كبير، هذه يجب أيضا أن تسيطر عليها حملات التفتيش. ثلاثة في الحقيقة ارتفاع السيولة بشكل كبير لدى المواطنين وضعف رأس مال تلك المنشآت أدى إلى أن أعداد كبيرة تفتح بشكل كبير وبدون تنظيم. يجب أن يكون هناك تنظيم للبيئة الاستثمارية، ثم بعد ذلك نطالب المواطنين أن يعملوا في تلك المنشآت. طيب أخيرا خليني أسألك، هالنسبة مقلقة بصراحة، وحنا نعرف مدى تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي بشكل عام. تكلمت انت عن الاسباب بشكل عام، لكن خلينا نتكلم عن الحلول يعني في هالموضوع في قادم الايام، بحيث كيف تكون مراقبه، كيف يعني نزيد نسبه التوطين وتواجد السعوديين في المنشات الصغيره والمتوسطه، كيف نوجد انظمه فعلا تعاقب من لا يتقيد ولا وجود عماله مخالفه قاعده تدير النشاطات هذه. اولا يعني قبل ما اجيب على السؤال، تعرف ان قطاع المنشات الصغيره والمتوسطه في كل اقتصاديات العالم هو أكبر اقتصاد يولد وظائف ويوظف مواطنين. يمتاز بشيئين، بانتشاره في كافة المدن والقرى، والشيء الثاني أيضا أنه يوظف حتى قليلين الخبرات أو قليلين المؤهلات اللي ما عندهم أي تدريب بإمكان أي شخص أن يعمل فيها. الحلول أولا لابد تنظيم البيئة الاستثمارية. ترك تلك المجالات تكبر بهذا الشكل غير مطلوب. اثنين الأنشطة التي لا تحتاج مهن حرفية يجب أن توطن بالكامل. لن أعطيك أمثلة. الأنشطة التي أكرر، تبي السعوديين يروحوا لها، خليهم يعرفون وش الأنشطة. أنا بحط قواعد عامة عشان لها حق الأنشطة لا يجون يهاجموني بعدين. لا مالك من أحد، أنت حنا يهمنا في السعوديين. أنا لن أحدد، أنا أعطي قواعد، أنا أعطي قواعد عامة. أقول الأنشطة التي لا تحتاج عمالة مهنية أو حرفية وبإمكانها توفير بيئة عمل نظيفة للمواطن، أن يتم توطينها بالكامل. طيب. وأن يتم تنظيم البيئة الاستثمارية لها في كافة المدن والقرى. هذا ما أتمنى. شكرا لك مهندس منصور الشثري، رئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة. يا ليتك يعني كملت قلت وش هي الأنشطة اللي تحتاج توطين بالكامل للسعوديين. نتمنى الحقيقة أن يكون فيه أنظمة وإجراءات وكذلك عقوبات لمن يعني فعلا يستغل الأنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أن يعني يسيطر عليه العمال الوافدة في ظل احتياج كثير من السعوديين ووجود نسب بطالة عندنا يبحثون عن فرص للعمل. شكرا لكم مشاهدي الكرام لمتابعتكم، وصلنا احنا وياكم لختام حلقتنا لهذا المساء. لنا لقاء قريب بإذن الله. يا مان الله.